هذا شكل السيارة من برا، طبعا يعتبر كروسوفر متوسط الحجم، وراح يتوفر بثلاث فئات: ستاندر والكمفورت واللاكجري. اللي معنا الفئة هذه هي تعتبر أعلى فئة. حجم المكينة 1300 تيربو بقوة 160 حصان، وبالنسبة للعزم راح يكون 230 نيوتن، والجير 6 سرعات، وراح يتوفر منه محركين. المحرك الثاني 1005 بس تنفس طبيعي مو تيربو، قوة الأحصنة 118 حصان والعزم 150 نيوتن، والجير راح يكون 70. التيربو هذا راح يكون 6 سرعات عادي أو جير توماتيك بس مو 70. يعني كحجم أشوف أنا جاي بين الكريتا وبين الكونة، أو قريب أو أكبر شوي بينهم كحجم. الشبك بحكم انه جاي يعني تكحيلات هذا الفئة هذه، تكحيلات وملامح السيارة سبورت، الشبك جاي باللون الاسود، والنور راح نشغله لكم الحين. طبعا يجي باربع كاميرات. شوفوا هذه الجهة الجانبية، الجهة الجانبية عندنا جنط مكحل باللون الفضي، واللون الاساسي اللون الاسود، مقاس 17. كليبرات معطينك بياه باللون الاحمر، وهذا شكله مع الجنب. مقابض البواب جاي بخط كروم، وجاي كقصة كشكل الخلفي قريب لقصة الهاتشباك، وفي سلة علوية. هذا شكله من ورا، هذا شكله من ورا. صرفية الوقود، هذه صرفية الوقود، يمشيك اللتر 16.5، بنزين 95، حجم الماكينة 1003، هذه التيربو، ودفع أمامي، طبعا الدفع الأساسي أمامي. وهذا شكله من وراء، اسطبات خلفية LED. شكل تصميمه من وراء مرتب صراحة، ومعطيك ملامح السيارات الرياضية، يعني كروسوفر على شكل رياضي. حساسات خلفية طبعا هذه زينة، انكشاف الضباب، وهنا اسطبات LED، والشنطة واسم الفئة اللي هو زد ST بحكم انه تيربو، وبوريكم شلون تفتح الشنطة. هذه السلة وسقفة بنورامة، الشنطة من وين تفتحها؟ من هنا بالشكل هذا. هذه الشنطة تعتبر مساحتها يعني حجمها معقول، شوفوا فيها عمق، يعني على شكله من برا ما توقعت ان حجم الشنطة بيكون بالشكل هذا، فيها عمق وفيها إضاءة وفيها وسع. مساحات تخزين هنا، شنطة أغراض السيارة، سبير مؤقت مو نفس الشكل اللي برا. طبعا الشنطة يدوية مو كهرب. طيب وش باقي نوريكم؟ هذا شكله من وراء مع زاوية ثانية، جاي كأنه إطار جناح، وفي عندك هنا زاوية من جهة الراكب. أعطونا رأيكم بالتصميم. الأسعار راح أقول لكم كم تبدأ الأسعار. هذه زاوية ثانية، مراية جايب اللون الأسود، فيه إشارة بمراية. الأنوار LED مع كشافات الضباب هولوجين، أنا ودي لو الأنوار جاية LED. هذا النور الليد النهاري، وعندك خطوط اللي جاية هذه كأنها كريستال، شايفينها تعكس على النور. ما في حساسات أمامية، تمنيت لو في حساسات أمامية. هقصر لكم الإضاءة علشان يبين لكم النور. شوفوا الليد يرمش عندك علشان التصوير. هوريكم حين الداخلية. السواق طبعا بصمة، هذه جهة السواق. جاي الداخلية باللون الأحمر، تطريز باللون الأحمر، والنكشة نفس نكشة الكربون فايبر بس مو كربون فايبر. قفل مركزي، وعندنا هنا مراتب الجلد اللي جاية بخطوط باللون الأحمر. واسعة للمراتب، أعطونا رايكم باللون. أحمر فاتح شوي، مراتب جلد، جلد صناعي طبعا. قصة المراتب حلوة، هاي شكل المراتب. اعطونا رايكم. هنا الصف الثاني راح اصوره لكم ان شاء
وشعار ام جي اللي هو شعار الشركه. دائما انا اقول اي ام جي ما ادري ليش. طبعا كرسي كهرب من السواق. هنا فتحت التكييف اللي جاي باللون الاحمر على شكل دائري. نركب الحين نكمل لكم داخل السياره، بس خليني اوريكم الصف الثاني. ترى معطيك التصوير عشان بالنهار معطيك لون الاحمر فاتح بزياده، يعني هو يعتبر فاتح بس مو بزياده. هذا التطريز اللي جاي باللون الاحمر، ما في تكاية بالنص، في قواعد حقت كرسي اطفال، وفي طول العمر اللي هو مخارج ومكيف اثنين ومخرجين USB، ينقصوا تكاية بالنص. وهذه من جهة السواق. الأسعار يا أبو بندر أبشر. خلي أفتح لكم سقف البانوراما أول. هذه استغربت سقف البانوراما. حليل كموتر التصميم داخلي شرح الموتر. افتح لك ايوه لحد هذا اصور لكم من برا. هذه الداخلية نرجع له بعد شوي. من جهة السواق وهذا من جهة الراكب. اعطونا رايكم. دايم سقف البانوراما ما يعطي جو حلو داخل السيارة. وهذا شكل الأبواب مفتوحة. خلصنا من برا، الحين نصور لكم من داخل. تعالوا من داخل. خلونا نسكر الباب، ودي أطفي السيارة وبعدين نرجع نشغله. أنا مفتاح ما وريتكم مفتاح صح؟ شوف المفتاح. عيني جايب الخطين بالأحمر. شلون الداخلية حركات والله. هذه الداخلية. مشغل مكيف الحين. ناخذ بكم فرع على السريع. وحتى شوف 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 دركسون كانك جاي دركسون رياضي يعني. حتى القصة هنا يعني مثل قصة دركسون الـ AMG بعد. طيب خلنا نطفي السيارة نرجع شغلة مرة ثانية. ستارت وين هنا يا الحبيب. طفي السيارة نقول بسم الله. معليش معليش على الازعاج معليش. نقصر صوت المكيف بعد. طفي مرة ثانية على ستارت نقول بسم الله. صلى وسلم على محمد. طيب وش نبي الغاليين؟ طبعا هنا الطبلون شاشه بصور لكم بالليل اوضح. خلونا ناخذ بكم ملف على السريع. بسم الله. الكاميرا صراحه ما جزت لي، اقل من متوسطه واقل من عادي، مع ان فيها 3D بعد. شوف و2D و3D هذه تعطيك كم اتجاه 360 درجه. هناك دقة ما جدت لي. هنوريك الحين إذا مشت السيارة. منور شوف. وستين درجة. وش بعد؟ بس طبعا صراحة كتجربة أول مرة أجرب سيارة من سيارات MG. يهمني صراحة يهمني اللي جربوا سيارات MG بأي نوع أو أي فئة يشاركونا بتعليقاتهم. أهم شيء يكتب لنا نوع السيارة. وأنا يهمني صراحة ودي لو ملاك السيارة، يعني ملاك سيارات ثانية مو نفس الفئة هذه اللي معي، أي فئة ثانية أبيكم تكلمون عن سياراتهم من ناحية الصيانة الجودة صرفية البنزين. بس أهم شيء إذا أنت بتتكلم اكتب لي وش نوع سيارتك وموديلها
وكم لك شاري سيارة وكم ماشي الموتر. يهمني انكم تشاركونا برايكم. يعني كشكل التصميم اشوفه لا باس التصميم، يعني في شوي يعني كتصميم انه عصري، ويعني لو تقارن يعني كسعر، انا ابيك تقارن كسعر ومع المواصفات والشكل السيارة، بقول لكم الاسعار الحين مبدئيا كراحة انا اعطيه اقل من المتوسط، الراحة العزل بعد اقل من المتوسط. دائما انا يعني اكثر شيء انبسط صراحة صرت ماسك خط راحة الهاي، يتبين لي اشياء كثير، حتصرفية البنزين والعزل والاشياء الثانية كلها، لكن الوقت ضيق فما يمدينا نروح بالحائل، ولكن اعطيناكم تفاصيل اكثر. بس مبدئيا مثل ما قلت لكم يعني العزل الارضي بعد متوسط اقل من متوسط، العزل اللي فوق يعتبر متوسط، الراحة اشوفها انا متوسط، العزم كويس عزمه يعني مقارنة بحجم الماكينة وتيربو اشوفه كويس، يعني 160 حصان مو سهل كتيربو يعني. والدائم اللي بياخذ زي السيارات هذه يعني، يعني اشوف انا اكثر شيء تصرح البنات شاشة وسطية، يعني اكثر استخدامه يكون داخل المدينة فما عنده مشكلة، يعني دائم السيارة انت تاخذ السيارة على حسب نوعية استخدامك، هذه اهم نقطة، وش نوعية استخدامك انت تختار السيارة. حجم مكينة أشوفه كويس، يعني تتكلم عن مكينة 1300 يعني لا بس، أهم شيء لا تقيس على مكاين أكبر، يعني أنا قيس لك على 1300 أشوفه لا بس، يعني 160 حصان يعني. وهذه الإضاءات الأنوار LED، كشافات الضباب صراحة المفروض إنه LED عشان يطلع شكل حلو وأروق وأجمل. الليد النهاري اللي جاي هنا على شكل سهم فوق النور على طول، شوف استبات الخلفية الايدي، اعطونا رايكم بالتصميم، ولا تنسون ملاك الام جي بجميع انواع السيارات. شوف هذا النور فليشر، شوف فليشر وين، وفي اشاره طبعا من مرايه. استبات الايدي، هذه لمبه الفرام، وهذه لمبه الريوس. اعطونا رايكم بالتصميم. هذا الليد النهاري، انه الرواطي هذا الواطي العالي، هذا الواطي معليش، وهذا العالي الواطي، هذا كشاف الضباب، وهذا الواطي. بوريكم الحين من قدام، شوفوا الليد شلون جاي. هذه الاضاءات اللي شفتها اللي قلت لكم عنها كان كريستال. الفليشر لو تلاحظون جاي فوق إشارة الليد النهاري، يعني كتصميم أمامي رايق واجهة أمامية، والإشارة بالمراية والإضاءات. وأول شيء نقول ستارت، بسم الله. شوف معليش الصوت، تطلع لك هنا رسائل تنبيهية، الباب مفتوح. الشاشة هذه حجمها 10 انش،
هنا تقريبا بعد حجم الشاشه اللي هو الطبلون 10 انش. الوان الازرار كلها بالابيض. نسكره وافتح لكم سكه البانوراما. الاضاءه هنا صراحه ودي لو هي ابيض، انا دائما احب الالوان الابيض، اللد الابيض افضل شيء بالنسبه لي، اللد الابيض. ممكن في ناس يحبون اللون الاصفر عاد، كلنا ذوقه. نقصر المكيف، خلنا نوريكم بعد مع الاضاءه الطبلون. هذه الاضاءه حقت السقف، نصور لكم النور الحين. هذه دقه الكاميرا بالليل، خلنا نحط 3D. انا حسب ما قريت انه في اوتوبارك، بس خلينا نشوف تاكيد الكام. نرجع الريوس انتم معنا. هو 3D الكاميرا بس دقتها اشوف انا اقل من متوسط، بس مقارنة يعني بعض السيارات يعني حليوة تعتبر مقارنة بالسيارات اللي بنفس الفئة هذه. ترى دائما حطوا بالكم كل ما اقارن انا سيارة، ترى اقارن بحسب الفئة، على حسب الفئة، ما اقارن سيارة افخم يعني. الاسعار يا ابو اندرو اني داري تاخرت عليكم بالاسعار، بقول لكم الاسعار وكل شيء يبشر. خلنا نعرض لكم الحين الشاشة، نذكر لكم وش المواصفات. طيب وش عندنا الحين بالشاشة؟ الطبلون هنا، زر التحكم اللي هو بتركات، والأوامر الصوتية، مثبت السرعة شوفوا هنا، هذا هو. مجرد ما تشغل بيشتغل بالشكل هذا، طبعا لازم تصير تمشي أكيد لأن أنت واقف ما راح يشتغل. طيب وش عندنا بعد؟ الطبلون هنا 10 إنش، تتحكم فيه من وين؟ من هنا، فيه اللي هو معلومات السيارة، إعدادات السيارة، تحكم قفل الباب، معدل استهلاك الوقود، حساس ضغط الكبرات، عمر البطارية، يعني سهل استخدامه، ما في تعقيد. حق الحرارة هنا، البنزين، مسافة متبقية 169. نجي هنا للشاشة، الشاشة جاي كم حجمها؟ جاي حجمها 10 انش. الكاميرا شفناه مقسمة بالشكل هذا، هذا شكل مكيف بيجيك بالشكل هذا، قصر الإضاءة معليش، بيجيك بالشكل هذا، التطوير والتقسيط، حكم درجة الحرارة، المركبة، هذا عدادات السيارة، وضع كشف النقاط العمياء، في نقاط عمياء، تغيير المسار، نظام تنبيه مرور خلفي، فيها تنبيه خلفي وأمامي، مساعدة القيادة الخلفية، الملائم والراحة، القيادة والصيانة. نرجع هون، هذي كل الإعدادات الموجودة، نشغلها خليك شغالة. طيب وش عندنا هنا؟ حق الراديو وتركات والأشياء الثانية بيجيك بالشكل هذا. مسجل الفم معليش على الإزعاج. يعني تقريبا لا بأس الشاشة، استجابة اللمس حليوة اللي يعتبر. هنا كاربلاي، تشغل جوال كاربلاي من هنا، تدعم كاربلاي والاندرويد اوتو. اصبر، كاميرا شفناها بكل انواعها، هذه العادية، هذه 3D بالشكل هذا. وش بعد عندنا؟ نرجع للهوم، الصورة، الهاتف، اعدادات، هذه اعدادات خاصة بالشاشة، النظام والعرض. بس هذه من الاشياء الموجودة بالشاشة. هنا ننزل هنا، شغل لكم فلاش احسن. هنا في مخرج حق اللي هو حق الكاربلاي واليو اس بي و12 فولت، الجير تبترونك بست سرعات، هذا زر حق المنحدرات بيشتغل هنا، زر مانع انزلاق، هذا الكاميرا 62، الجير تبترونك، هنا جنط الكهرباء لطفل محرك صوت واجي. حامل الكواب حجمه صغير صراحة، يعني يبيله كواب صغيرة. مساحات تخزين هنا، التكاية اللي بالنص، هذاك محوسة تقريبا خلصنا. هنا
التخشيب كامل قريب النكشة كاربو فايبر، بس مو نكشة مو كاربو فايبر، بدرج هذا هو بدون قفل مركزي، مراية بدون تعتيم، مفروض انه تعتيم بالفل، الاضاءات مثل ما شفنا قبل شوي هذا اللي يفتح سقف البانوراما. بالنسبة للاسعار يا بندر، الاسعار ركز معي، الستاندر اللي حجم الماكينة 1005 تنفس طبيعي اللي قلت لكم بقوة رأسنا 118 حصان، سعره يبدأ 49,500 بدون ضريبة. النص فل راح يكون سعره 58,900 للماكينة 1005 اللي تنفس طبيعي مو تيربو. الفئة اللي معي هذه سعره 63,500، كل الأسعار هذه بدون القيمة المضافة، ما تشمل الضريبة، جميع الأسعار هذه لا تشمل القيمة المضافة ولا تسجيل ولا لوحات، هذه أسعار الفئة. إن شاء الله نشوفكم تجربة جديدة بإذن الله. أمان الله وبحفظ الكريم.